مرحبا يا محمد، جعل الدنيا فداك يا. لا لا طيب اسمع، بسألك سؤال. سم. ما هي لغة التخاطب عند النحل؟ ها؟ ما هي؟ واضحة بسيطة، التهرج. جعل السفاري فاري فال النحل. اسحب. خطأ. اي والله الجواب عندي. والله لا تجاوب حق النحل. تفضل. لغة ايش؟ روح للإدارة. لا ارفع صوتك. يقول روح للإدارة واطلبهم حلاوة. يلا توكل. جوي. روح. توكل. الحقوني. إذا يمديها يا صديقي باضه شغل الشاشة خلينا نشوف. ايش يقول ايش يقول؟ الحكم وش؟ اليوم خالتي سارة. أنا مستغل خالتي سارة اليوم الأسود. أنا باقي من مرة. والله أنا بأي استغل. لين يكرهني. باضه لا لا ما جود تعال. يا باضه شغل الشاشة يا باضه. روح للإدارة وش يقول؟ بهاج عدنا حكم نايف. باضه عشان نعرف البث. روح عند الإدارة واطلبهم حلاوة. لا لا مو بنت الله يوفقك. نعيما يا وهم. عاني. تكفى مش بس الحقوني عطني حلال. الصوت ارفع الصوت ارفع الصوت تكفى. يا ابو عيسى تعال. ايه ايه. عند الرجل. ارفع الصوت. ابو عيسى بحلاوة. هذا ابو الحقوني. جاه جاه الحقوني جاه. بيض الله وجهك. انا دوري بعد نواف خذ بسام نواف انا جيت نجلس عشان يلا تعال بس انا بعد بس بيض الله وجهك يا باب تعال يا حيال ارحب التعب الى الله محمد عيسى حقوني نقلع ما عطى الا تمر بيض الله شفنا بيض الله وجهك انا العايم فيك كبير ما عنده حلال ما عنده ما بقى الا طيب اسمع